سأل أستاذ مادة القانون طالبا ما اسمك؟ فأجاب الطالب، فقام الأستاذ بطرده بدون سبب. حاول الطالب الدفاع عن نفسه فنهره الأستاذ وأخرجه من قاعة المحاضرات. خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطلاب صامتون. ثم بدأت المحاضرة وسأل الطلاب، لماذا تم وضع القوانين؟ هذا السؤال من قبل الأستاذ. قالت أحدى الطالبات، لضبط تصرفات الناس. وقال طالب آخر، حتى تطبق. وقال طالب ثالث، حتى لا يجور القوي على الضعيف. فقال الأستاذ، نعم، ولكن هذا غير كاف. فرفعت طالبة يدها وأجابت، حتى يتحقق العدل. فقال الأستاذ، نعم، هذا هو الجواب، لكي يسود العدل. والآن ما الفائدة من العدل؟ فأجاب طالب، كي تحفظ الحقوق ولا يظلم أحد. فقال الأستاذ، الآن أجيب بلا خوف، هل أنا ظلمت زميلكم عندما طردته؟ فقال الجميع، نعم. فقال الأستاذ وهو غاضب، إذن لماذا سكتتم ولم تفعلوا شيء؟ ما الفائدة من القوانين إن لم نملك الشجاعة لتطبيقها؟ إنكم إن سكتتم عندما يتعرض أحد للظلم ولم تدافعوا عن الحق تفقدوا إنسانيتكم، والإنسانية غير قابلة للتفاوض. ثم نادى الأستاذ على الطالب الذي طرده واعتذر له أمام جميع الطلبة وقال، هذا هو درسكم اليوم، وعليكم أن تحققوه في مجتمعكم ما حييتم. رباط استيقافنا، السكوت على الظلم طريق العبودية والذل، والعدالة لا تمنح وإنما تنتزع، فالشعوب الخانعة لا تستحق إلا أن تعيش تحت سياط الظلام.